مندي الدجاج تنور الغاز، طريقة سريعة وسهلة ونتائج خرافية. نحتاج أول شي دجاجة، راح نملحها زين، بعدين راح نجهز كوب نخلي بيه عصير ليمونة وبصلاية مثرميها وكوب من المي، ونخلي كم قشر ليمون، وراح نقع بيها الدجاج تقريبا 4 ساعات. بعد ما نقعناها راح نبهرها بالبهارات، كتبت لكم نوعية البهارات. بعدين راح أخلي عليها صبغة وادهنها زين، اخليها فت ساعتين. بالنسبة لبهار التمن، ما احب استخدم البهار الصحاح، احب اطحنه حتى احصل على نكهة اقوى. استخدمت بهار مندي جاهز، قرنفل، ورق غار، دارسين، هيل. انا مخلي شوية زيت بالجدرية، راح اضيف البهارات والتمن، مجرد غسلته وراح اضيفه عليهم. راح اخلي مي مقدار عقدة، اي عقدة تصبح كلش كافية، والدلالة اخلي الخاشوقة اذا ما وقعت يعني المي كلش كافي. راح اخليها بالتنور، خليها مشبك وخلي عليها الدجاجة. أول 10 دقائق راح أخلي نار عالية. أوكي، القلق مال التنور سديته بعجين حتى يحفظ الحرارة. بعد 10 دقائق راح أخلي النار ناصية وانتظرها تقريبا 1 ساعة و20 دقيقة إلى 1 ساعة ونص، راح تكون هذه النتيجة ممتازة جدا جدا مثل ما تشوفون. وهذا التمن راح أخلي عليه صبغة وأخليه كم دقيقة أرجعه، بعدين راح أقلبه. مثل ما تشوفون تمن مستوي ومو لاصق طبعا، ونثري خرافي يعني. بعدين راح نزينه بشوية بصل مكرمل وشوية كشمش، وعليكم بالعافية ان شاء الله يا رب.